سعدي. واحد متكيف بعثوه باش يصطاد تمساح، مشى ما رجعش، مشى ويلوج عليه لقاوه خانق وزغه ويقول لها بوك وينو. قال لك الو الو، امراه تونسيه عزوزه ضاعت في لندن وما تعرفش تتكلم باللونجلي، اللي تعدى تقول له يعطيك سخته يعطيك سخته. تعدى واحد قال يا راها في راسك، قالت له وي الحمد لله جابك ربي وليدي وصل. ذكيه من الو. واحده مريضه قالت لها يا دكتور ركبتي اليسار دي ما توجع فيه، قال عادي يا حاج عادي، ما تنسيش اللي انت راه عمرك 87. خرف محسوب ركبتي اليمين عمره 18 عام. برافو. تونسي ديما يقرا في قصص بالفرنسي باش يحسن اللغه. سحب وحده فرنسويه قالت له جوتيم، جاوبها موا اوسي مغمغاتيل. برافو. قالها النجم في العرس نجيب الصياغه فضه في عوض الذهب، قالت له عليه بابا جيت الثانيه في الاولمبياد. برافو. هاي مش غايب حلو. زوز مشاو للمحطه بتاع التران تحرك، واحد جري وركب والاخر ما نجمش يجري بالضحك. سالوا واحد بعدها قالوا انت شبيك تضحك؟ قالوا لي ركب هذاك جاي بالشا يعني. برافو سفيان. خرجت تتعشى هي وراجلها، جاهم السيرفير قال له ايش تحب تاكلوا؟ قال له رجلها، قال لها رجلها ما انا لي فام دابور. تلفت السيرفير للمراه قال لها مدام تفضل شنو تحب نجيب لك؟ قالت له لي فام دابور كيما راجلي. برافو. اليوم في فورما وليد. واحد كلم صاحبته في التليفون، هزت امها قال لها صباح الخير يا دقله، قالت له الدقله راكده معاك النخله. الله سفيان. استاذ قال للتلميذ اخي مش عيب عليك، مش عيب عليك ولدي تاخذ صفر في الامتحان. اخي جابوا التلميذ قال لك هو عيب تعطيني فيه الوقت. يلا خير تورني. واحده مات رجلها خذات سلفها، جاو نساء يباركوا لها وتصويره رجلها الاول ما زالت معلقه، قالوا لها شكون هذا؟ قالت لهم سلفي الله يرحمه. يلا وليد. واحد حب يصوح بطفله تخلي ترانا ميسكولاسيون، من اول نهار سال المدرب قال وين هي الماكينه اللي ترجلي بدني وتخلي المراه تموت عليا؟ قالوا تبعني، خرجوا من القاعه وحطوا قدام ديستريبيوتور، قالوا هذه الماكينه الوحيده الباقي كل ريق بارد. برافو 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 وليد. هلا هكاك انت حياتك هكاك هكاك الفلوس. قلد لي معزه. معزه. برافو. يلا سفيان. واحد غسل لهم الدواره وسيق لها الحوش، هكا قال باش كي نعرس ونغسل مرتي ما تقولي سحر. غرك تسعدي. يلا. واحد هازز امه باش تعزي ويتكيف في السيجار وزطله ومسكر شباك الكرهبه. ايا وصلوا قدام دار الميت، قالت له وليدي دور روحوا دور. قال ايش بيك امي علاش؟ قالت له حاسه روحي نحب نزغرت. يلا وليدي اقرا نكته. يلا. قالك واحد سكران سال صاحبه قالوا كفار قريش كي كانوا يشربوا الخمره منين يجيبوا الثلج؟ قالوا كان ذقوه بالثلج راه ما اسلم حد. صافي. قالك توسي مات ودخل الجنه، اعطاه ربي معناها زوز قصوره، باع واحد وكري الثاني وسكن عند اخته في جهل. يلا 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 نكملوا معكم ونرجعوا في الساعه الثانيه هذه ديما لاباس. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايب.